كريم 2006 ولا 2023؟ ده السؤال اللي داير على السوشيال ميديا. ما ده بص، انت بتسال واحد السؤال هو دايما بعيدا عن ان مش انت كنت مش قصدي لا خالص، اصل ده 2006 ليها ذكرى شخصيه معايا ان انا كنت في الملعب، فما انا لما حد بيسالني بقول له كده، انا ما اقدرش انا كنت طبعًا في الملعب، فيعني يعني في يعني في الملعب بلعب يعني. لا لا، وفي حته كلمه استسلام معلش. 2006 خلينا نتفق على شيء، ان مستوى الكوره في افريقيا خصوصا على مستوى الانديه كان اصعب بكتير. يعني كان محتاج طبعا كل الانديه في الوقت الحالي، بس احنا بقالنا 4 سنين هم 4 انديه اللي احنا بنتكلم عليهم، اهلي وداد ترجي سان داونز، هم يعني والرجاء بيجي تقريباً. والرجاء بيجي من بعيد شويه، بيجي ويروح بيجي من بعيد شويه. لكن 2006 في الفتره بتاعت حضراتكم، لا اسك موجود، كوتوكو موجود، كان سان داونز برضه الاسماء الكبيره وكان في ساعتها نيمبا، والصفاقسي برضه عمل فرقه كويسه مع مراد، يعني كان في فرق كتيره. ماتش 2006 بصراحه انا بالنسبه لي انا ما اقدرش بكل امانه، حتى لما اتسالت شوف السؤال الاصعب 2006 ولا 2020، ده السؤال الاصعب انه مع نادي الزمالك، والفرحه فعلا كانت هستيريه. صحيح. بالنسبه لي انا فاكر في الدقيقه 90 وجمهور الصفاقسي 60,000 في رادس خلاص بيحتفلوا، وبكل امانه انت بتتكلم المدرج بتاع جمهور الاهلي كان حوالي يعني 100 واحد او حاجه، يعني حاجه تقريبا 80% من الموجودين بيعيطوا، كله بيعيط خلاص. البطوله بتروح او بطوله الاهلي يخسرها، خلي بالك في الفتره دي 2005 2006 في بدايه ما كانش النادي الاهلي خسر غير بس بطوله كاس عام انديه بتاعت اتحاد جده. ايوه صح. فالموضوع ما حدش كان متقبله اصلا، وفجاه والله بجد في احتفالات حتى لعيبه الصفاقسي عمالين يشاوروا جماهيرهم احنا يعني في احتفال، فجاه هوب والله الجون بيجي. اقسم لك بالله العظيم ما زلت فاكر 60,000 بيسكتوا في لحظه واحده، بيسكتوا فجاه، والميه اكتر من 60,000 بيسكتوا. فبصراحه طبعا كل بطاقه مين اللي كان جنبكم بيحتفل معاكم؟ نعم؟ ناحيتكم على الخط كده. انا الوحيد اللعيب الوحيد، خلي بالك لما تيجي تجيب الصور شفناها في الفيديو والفيديوهات مش هتلاقيني انا موجود خالص، هتلاقيني انا واقف بحتفل مع الميه اللي كانوا وكان ناحيتي. فممكن بس هو طبعا اكيد كل بطوله ليها حلاوتها، وزي برضه نهائي القرن ونادي الزمالك له طعم، والماتش كمان كان حلو، الماتش كان حلو بصراحه. ونادي الزمالك كان مستوى يعني نسخه نادي الزمالك 2020 كانت افضل نسخه لنادي الزمالك في السنوات الاخيره، كانت نسخه كويسه. فلا انا بشوف بالنسبه لي على المستوى الشخصي لا 2006 انا صحيح. انا لما حد بيسالني هو سؤال صعب، وخلي بالك وكل بطوله ليها حلاوتها وكل بطوله ليها طريقتها وكل بطوله ليها حاجاتها، لكن انا عشان كنت بلعب انا في الملعب اختار 2006 طبعا. ولكن بعيدا عن ان اللي كانوا موجودين في الملعب هيختاروا 1000000% 2006، واللي كانوا في 2020 هيختاروا 1000000% 2020، واللي كانوا موجودين في 23 هيختاروا 23. بس خلي بالك برضه هو في تشابه ما بين 2006 وفي 23. مثلا 2006 برضه جمهور الصفاقسي عمل دخله مستفزه للنادي الاهلي، وخصوصا ابو تريكه وهو ماسك الكاس وبيرفعه لجماهير الصفاقسي. وبرضه هنا اتكلمنا عن الدخله اللي كان اوريدي واضح ان جماهير النادي الاهلي كانت عارفاها قبل المباراه وعملوا لها كونتر في المباراه، فهي متشابهه شويه. بس بكل امانه بكل امانه برضه 2006 كانت صعوبتها ان بدايه البطوله اصعب من دي في وجهه نظري. لا طبعا والصفاقسي النادي الاهلي لعب بطوله 4 مرات، مرتين في المجموعات ومرتين في الفاينل، وكان مراد المحجوبي مدير الفني ساعتها للصفاقسي. التصريحات بصراحه كانت من بدايه البطوله يعني استفزازيه جدا جدا مع النادي الاهلي.